بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبيبي، عاملين ايه؟ النهاردة اقدم لكم طريقة عمل الزبدة نيوزيلاند الصفراء. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ومكونات موجودة عندنا في كل بيت. بس لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي اسماء محمد، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نشوف الطريقة. هنقول المقادير. معانا كوباية من الزيت، وكوباية من اللبن، وكوباية من الزبدة نيوزيلندي الطبيعي البلدي، ومعلقة كبيرة عصير ليمون، ورشة ملح، ومعلقتين كبار من الخل. الزبدة دي تقريبا ربع كيلو، 250 جرام. هتجيبيها اول مرة بس، وبعد كده هتاخديها من القالب زي طريقة عمل الزبادي اللي عملناها قبل كده على القناة. هنبدأ الطريقة. أول حاجة ننزل بكوباية اللبن في الخلاط، وهضرب اللبن لوحده الأول كده، هخفقه كويس جدا لمدة 5 دقايق لحد ما احصل على الفوم ده. بالطريقة دي وبالشكل ده. بعد كده هنزل بكوباية الزبدة. الزبدة مش عايزاها تكون سخنة عشان ما تخليش اللبن يفصل. الزبدة يدوب مسيحاها، وهضربهم كويس جدا في الخلاط مع بعض. الزبدة مع اللبن هضربهم كويس جدا. بعد كده هضيف رشة من الملح، ومعلقة كبيرة عصير ليمون، ومعلقتين كبار من الخل. هضيف المكونات دي وهستنى بالزيت شوية، مش هنزل بيه دلوقتي. وهسيبهم يتخفقوا كويس في الخلاط بالشكل ده. كل ما اخفق فيهم هلاحظ ان القوام بدأ يتقل عشان الليمون والخل اللي انا ضفته. وخلي بالك ما تزوديش في الملح عشان لو حبيتي تشتغلي بالزبدة دي في الحلويات ما تبقاش ملحة. هخفقهم كويس جدا، وبعد كده هنزل بكوباية الزيت بالتدريج واحدة واحدة. بص القوام تقل معايا ازاي كده، انا لسه ما حطيتش الزيت. بعد كده هنزل بالزيت واحدة واحدة، مش هنزل بيه مرة واحدة. هو الخلاط شغال، يعني هنزل بربعه الأول، وبعد كده باقي الكمية هنزل بيها خيط رفيع كده على الخليط عشان الخليط يبدأ يربط معايا. وهضربهم كويس مع بعض لحد ما اخلص كل كمية الزيت اللي عندي. هلاحظ ان الزيت بيخلي المكونات تتقل معايا. كده انا فضي باقي كمية الزيت كلها. هتشوف الكمية، 3 كوبايات اللي احنا اشتغلنا بيهم دول هيطلعوا معايا تقريبا كيلو الا حاجة بسيطة من الزبدة. هيطلع معاكي قالب زبدة محترم جدا وتحفة، ومفيش احلى من كده. بص الخليط تقل ازاي. بعد كده هجيب قالب، اي قالب او علبة تلاجة او اي حاجة، وكيس بلاستيك افتحه كده وبطن بيه القالب من جوه، وافضي كمية الخليط الزبدة اللي انا ضربتها في الخلاط، هفضيهم في القالب. ممكن تستعملي رول ستريتش بدل كيس التلاجة لو مش عندك كيس تلاجة، بس يفضل كيس التلاجة عشان الرول ستريتش ممكن يعلم في قالب الزبدة من تحت، فالكيس هيبقى افضل. وبعد كده حطها في التلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل، ويفضل انها تبات. كل ما بتبات معاكي في التلاجة او تقعد في التلاجة بتتماسك وتطلع، مفيش احلى من كده. ده كده بعد ما عدى على الزبدة في التلاجة 3 ساعات، تحفة جدا قالب الزبدة. بصي يعني ريحة زبدة نيوزيلندي
أصلي تحفة بجد، حاجة مفيش أحلى من كده. جربيها بنفس الخطوات وبنفس الطريقة، بجد هي كانت تجربة ناجحة جدا بالنسبة لي. أنا أول مرة عامة أعملها، لأني بحب الزبدة النيوزلندي، بحب أعملها في الحلويات وفي الأكل، بتدي تطعيمة حلوة جدا في الأكل، ففرقت معايا جدا، وحاجة أوفر من اللي بنجيبها من برة، لأن اللي بنجيبها جاهزة من برة دلوقتي وصلت تمنها يعني بقت غالية جدا. يفضل انها تتساب في التلاجة اكبر وقت ممكن عشان تتماسك كويس معاكي، او في الفريزر، يعني المفروض ان هي تتساب في الفريزر. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. هنيجي هنا نجرب مع بعض قطعة من الزبدة على النار. انا عايزة اوريكي حاجة كده، دي قطعة من قالب الزبدة اللي انا عملته. بص معايا للآخر هتلاقيه مش سايب رواسب لبن ولا أي حاجة في الطاسة، ولا مرتة ولا أي حاجة. تحفة جدا، حاجة بجد مفيش أحلى من كده.